بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم وهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فمن يهدهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فإذا رأوا التجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد يا محمود بحق محمد يا علاء بحق علي يا فاطر السماوات بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين اللهم إنا نسألك زيادة في العلم وبركة في الرزق وصحة في الجسم وطولا في الحياة ونورا في القلب وزياء في القبر وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ونجاة من النار ودخولا في الجنة بل لها تجھے اپنی عظمت دا واسطہ کر کے سید شہداء دا واسطہ کر کے جو کچھ پڑھیا ہے جو کچھ خرچ ہوئے بل لها تجھے اپنی عظمت دا واسطہ کر کے ان مرحومین درون بخش بل لها تجھے اپنی عظمت دا واسطہ کر کے سید شہداء دا واسطہ کر کے ان مرحومین دے ورثہ نو صبر جمیل عطا
بارے لہا تجھے اپنی عظمت کا واسطہ کر کے اس دربار سے جس جس بندے نے شرکت کی تھی اس کی پریشانی دور فرما، جو مومنین جو حاضرین اس جگہ سے موجود نے انہیں پریشانیاں دور فرما، انہوں نے رزق کی برکت فرما، بارے لہا تجھے اپنی عظمت کا واسطہ کر کے سید شہداء کا واسطہ کر کے حاضرین مجلس نے صغیرہ کبیرہ غلام فرما عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما، بارے لہا جو مومنین حج و زیارات کی خواہش رکھتے ہیں ان کی خواہش پوری فرما، بارے لہا تجھے اپنی عظمت کا واسطہ کر کے بارہویں سرکار کا جلد از جلد ظہور فرما، بارے لہا تجھے اپنی عظمت کا واسطہ کر کے سید شہداء کا واسطہ کر کے مومنین دے رزق کی برکت فرما، مومنین دے گھروں کو آباد و شاد، تمام مومنین دے وچ اتفاق اتحاد محبت پیدا فرما، جو مومنین اس دنیا تو انتقال کر گئے انہوں نے صغیرہ کبیرہ غلام فرما انہوں جوار رحمت جگہ فرما، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، طب اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير، رب صل على محمد وعلى محمد.